يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك داعية يقال إنه داعية إسلامي يقال له الجفري، يقول إن الولي يقال هناك داعية يقال إنه داعية إسلامي يطلق عليه الجفري. الجفري الجفري هذا معروف، هذا داعية ضلال والعياذ بالله. نعم. يقول بأن الولي يخلق الولد، وأن الولي هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق غير الله عز وجل، بل هم يقولون لا يخلق إلا الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فالجهري صار أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله العافية. نعم.